هي مشكلة جواز الصالونات. نعم بس انا هحكي قصة مشاهدتنا بقى اللي هي بعتها بالظبط. بتقول ايه؟ بتقول جالي عريس عن طريق خالتي، اخلاقه كويسة جدا وليه وظيفة مرموقة وماديا كويس، يعني ليه مكانة اجتماعية كويسة، وطبعا الكل بيقول لي وافقي ده عريس لقطة، لكن انا خايفة ومش عارفة اوافق على الجوازة دي ولا لا، لان معرفش اي حاجة عن طبعه ولا عن صفاته، فمش عارفة اعمل ايه، اوافق ولا موافقش، طبعا لاني معرفوش ومفيش مشاعر بينا. صحيح. ايه رأيك بقى في مشكلتها؟ في المشكلة هي دي تعتبر هي عايزة تتخذ قرار أكتر ما هي مشكلة، هي عايزة تتخذ قرار. القرار ده مبني على إيه؟ إن فترة الخطوبة من الفترات اللي رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة قال مقولة جميلة جدا فيها: أسروا الخطبة وأعلنوا النكاح. بمعنى ايه؟ بمعنى والسلام. ان هي اصلا علاقه معموله للتعارف، ان احنا نتعرف على بعض في بمعرفه بين الطرفين او بين الاسرتين. طب في خلال فتره الخطوبه مهم جدا، انا بقولها يعني اقدمي على الموضوع ده، ما تترددش ابدا، لان مهما كان الجانب المادي او الجانب الثقافي مش هتعرفيه الا من خلال فتره فترة الخطوبه، ان احنا الخطوبة. نتعرف على بعض. تمام، يبقى احنا كده من كلام دكتور ريهام عايزين نقولك انك ما تخافيش وادخلي فترة خطوبة. فترة الخطوبة ان شرعا ودين زي ما بتقول دكتور صحيح ريهام ان هي متاحة ومجازة لينا في حدود طبعا شرعنا وفي حدود ديننا. اتعرفي عليه فترة الخطوبة واعرفيه كويس جدا وحاولي تشوفي صفاته وطباعه من فترة الخطوبة. حسيتي ان انت قادرة تقبلي صفاته وطباعه دي، خلاص هنكمل الجوازة والف مبروك. لكن حسيتي ان لا انا مش قادرة، خلاص دي فترة خطوبة وبننهي الخطوبة وبيبقى خلاص، يعني ربنا بيبقى مش كاتب نصيب، يكتب لك الافضل باذن الله، لكن ان شاء الله باذن الله يبقى انسان كويس وتكملي معاه حياتك الاسريه باذن الله.